دي حل، لان ما كنعرفش التشكيله الحكوميه ما كنعرفش شكون اللي فيها وشكون اللي ما فيهاش. انا غير شفت ثلاثه ديال امناء الاحزاب كيهنيو بعضياتهم وكيصفقوا كيهزوا يديهم بعلامه النصر. ف على حسب التدوينات اللي كترافقت الصوره هذه، انه قالوا هذا هو التحالف الحكومي، واذا كان هذا التحالف الحكومي غريب فكرني في صغري، لان في صغري في ديك ستيناس كان الباك عنده ما يسمى لو ترون كومان، نفس القرايه حتى السنه الاخيره. السنه الاخيره كيتفرقوا علميا رياضيات العلوم وادبيا، ادبي فيه على كل حال الادب اكيد، وفي الفلسفه في التاريخ وفي الجغرافيا، ولكن باش توصل ان يكون عندك الحق تختار الباك ادبي او باك علمي، كتكون عندك كيكون عند جميع التلاميذ نفس التكوين. مع المده بدا الاختيار في البروفي، من بعد الشهاده الدراسات الثانويه، كان سميتو في الوقيته لو سي او اس ام، سيرتيفيكا ديتود سيكوندير ماروكان. بديتي كتختار، معناها كتختار علمي او لا ادبي. في الادبي كانوا كي المواد العلميه والمعدل ديال المواد العلميه كانت كتهبط في الادبي، وفي العلمي العكس. ولكن تقريبا الاداب والفكر والفلسفه والاخلاق والمبادئ والقيم ما كتحتاجهمش، ولو تحتاجتهم كنت شي سطحي. اش كنت توقعوا في ديك الوقيته؟ على كل حال اكيد ماشي حنا غير البز بحال اللي كيقولوا الشباب، كني كنظن الناس اللي قروا اللي كانوا كيسيرونا ما كانوش كيعرفوا بان غادي يخرقوا جوج ديال الشاكلات ديال البشر، المهندسين واهل الرياضيات والاخرين اخرون. الانتخابات هي اللي جعلتني نوعا، واذا عينتي في الداخل يا مهندس عربي ان غادي يكون عندك حساب ديال الهندسه ديال المهندسين، ثلاثه ديال الاحزاب 12 ديال الجهه، كل واحد أربعة أربعة أربعة. وما تبقى من الديك الحاكم دا والو، زعما عندك شخص يجي صافي مجدور 4-4-4. يمكن ان الله سبحانه وتعالى خطط لها، والشعب اللي مشى يصوت هنا وهنا وهنا جا نيشان 4-4-4. في الهندسه يمكن اللي ينتق، في العلوم الاجتماعيه والسياسيه والادبيه والبشريه والسوسيولوجيه كنتينيش في ديك شي مطروز مصنوع. اللي صدمني كثار هو ان في 2016 البام دي كانوا باغين بعد مراكز القرار او صناع القرار، ماشي المقررين، كان دوار مراكز القرار فين كيمكن يتقصى الانسان تكذب في واحد التقرير وتبارخ فيه، تمحي واحد التقرير باش ما يوصلش لصاحب القرار باش يتمشى في الخطه اللي انت بغيتي، باش كان هذيك اللي كنسميوها مركز صنع القرار. كان باغي البام ينجح ونشحب 102 ديال المناصب،
المفاجأة أنه بي جي دي الحزب العدالة والتنمية جاب 125. دابا للتجمع الوطني الأحرار نجح ب 102، وكأن ديك الرقم ديال 102 هي محطة لا بد الحصول عليها، و 102 كتعطيك الأغلبية، وكأن هذا الشيء اورديناتور كم سوى 102 والأول هي الأكثرية، هي الصدارة، هي رئاسة الحكومة، وبقى باللغة الإيرانية تجمع الوطني الأحرار، وداروا فيه داروا في حيدو عفوا بام، وداروا في ايراني حيدو سميتو بام تراكتور، عنده واحد السميه واحده اخرى الاصاله والمعاصره. انا ديما كان الاسم ما فهمتوش تماما الدرجه ما كنساك. والتجمع الوطني الاحرار زعما الصدره هي 102 في الاورديناتور، غنحيدو بام نديرو ايراني. فريمون هادشي ميكانيك، هادشي علمي، هادشي كيسيرو صحابين الباك والتكوين العلمي ماشي الاخرين. بي جي دي الحزب العداله والتنميه اللي كان جاب 125 عتاوا على كل حال. اخر مرتبه فيها كنظن 4 ديال النواب و 9 ديال النائبات، لان هادو عناصر جديده اللي دخلوا الكمبيوتر للحاسوب، ما بقاش ديك البرمجه ديال 2016. ف هذا علاش باش هما نجحوا تعود ديال المقاعد جهويه نسائيه، لانه ما تبقى هما المناطق ديال الجنوب اللي هما فعلا ما كيصوتوش على المرأة، ولكن أريد بأن المناطق ديال الجنوب داك يقولوا علاش ما عندناش العيال، تريد أن تعطى لها جهة. وطلعت رئيسة وحدة كاينة ما بين 12 ديال الجهات هي ديال المرأة. هادي باش نقول لكم بانه غريب هاد فعلا كنحسوا بانه ما كاينش الروح ديال السياسه، ما كاينش مقارعه القيم والمبادئ والافكار والتحليلات، داكشي سيستيماتيك علمي محسوب مدروس طاف طاف كطيح نيشان فيها. فعتات اللي عتات، لكن الحقيقيه مره. وإذا تشكل الحكومه بحال اللي كتسولني بثت الأحزاب هي 270 ولا 269 ولا 270، ما عنديش الرقم بالضبط، ولكن صوت واحد ما يغيرش أو مقعد واحد ما يغيرش الأطروحة أو الفكرة. إيوا البرلمان شحال فيه؟ 375 كنظن، 75. غادي يبقى برا الحكومة 100 نائب برلماني. حاولنا نديرو المعارضة بالاتحاد الدستوري، ما عطاتش هادي السنين وما تعطيش. حاول المغرب يدير المعارضة بالحركة الشعبية وما عطاتش، وحاول المغرب يدير المعارضة بالحركة الاجتماعية وما عطاتش. وإذا حيدتي هادو وحيدتي ديك 13 ديال الحزب العدالة والتنمية اللي أكيد ما ديخموش أنه ما يواجهوا الحكومة أو لا يواجهوا شي واحد، فين المعارضة؟ علاش طرحت أنا الإشكالية هادي؟ لأن اللي كينفذوا الخطط أصحاب التكوين العلمي،
دابا هادو الناس هادو اللي كيبنيو القناطر، كيبنيو الطرقان، كيشدو الطرق، اللي كيبنيو المواني، ديما عندهم الحساب بالرياضيات، ما عارفينش بان اوعر واعكس واصعب آلة هو البشر. لو ما كانتش المعارضة ضرورية داخل البرلمان وقوية، قوية بعددها، قوية بخطابها، قوية بمشاريعها، قوية بالنقد ديالها، قوية بمعرفتها، بالاطلاع، بتكوينها داخل البرلمان، والناس اللي ما فرحانينش بالوضع وده ما شافوش في القبة ديال البرلمان ناس كتتكلم بجرأة، بمعرفة، بقوة، بإحصائيات، بمعطيات اللي كتجعلها كتبرد ديك الهيجان ديالها، وكتجعلها تظن عن خطأ أو عن صواب، ولكن أكيد عن خطأ، بأن هادوك الناس اللي عارفين غادي يطلعوا من دابا 5 سنين أو 3 سنين أو 4 سنين على حسب فين فوقاش كتكون الأزمة من الحكم عن طريق الانتخابات، وبما أنهم ما كيفهموا كيعرفوا راه غادي يحلوا لهم المشاكل، لأن كيتكلموا هما المعارضة والشارع نفس الكلام ونفس الخطاب. هذا هو الدور ديال المعارضة. ملي داخل القبة ديال البرلمان ما تكونش المعارضة، فين غتكون المعارضة المقبلة؟ الشارع. اللي غادي يقوم بدور المعارضة هو الشعب، اللي غادي يقوم بالدور ديال المعارضة هو المجتمع المدني، اللي غادي يقوم بالدور ديال المعارضة هما المفكرين، هما المحللين، هما الكتاب، هما الأدباء. هذيك هي أخطر معارضة. بما أنه ما ديكونش كاين حاجز ما بين المعارضة الشعبية، معارضة ديال الشارع والحكومة، انتظروا أن ندخلوا في أزمات عميقة في المغرب، لأن اللي كيخطط ما كيفهمش، واللي ما كيفهمش ما كيعطيش، لسبب بسيط لم يسبق أن التاريخ عبر عن فكرة أنه البؤس والجهل والأمية يستفيد منها الجميع. كارل ماركس كان قال jamais encore l'ignorance n'a servi personne. يمكن تستغل الجهل ديال واحد اخر، اما انت انه جهلك غادي يجعلك تسكت لان ما كتفهمش، ربما ما تدخلش للسجنيه، ولكن بانه بجهلك هتحقق هدف، هذا من باب المستحيل. وبما ان الناس هادو يجهلون كل شيء عن القيم، عن المبادئ، عن السوسيولوجيا الشعبية، عن 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 الجماهير، عن ما يسمى الآن الهندسة الشعبية، أنا شخصيا كنظن أن المغرب غادي يدخل في سنوات ديال المغامرة، لأنه ما بغيناش نفهمه، غالب الله.